هو عموما في 15 عام يمكن الى جيت نختزل كل شيء نقول كاين في نفس الوقت استقرار ولكن هش لان استثمار في تطوير المجتمع ضعيف. الحريه ديال الصحافه ما هيش معتبره اساس بتاتا، تعتبر طرف وتعتبر مرتبطه بالثقه اللي عندنا في بعض الاشخاص، ما مرتبطاش بالثقه ديالنا انه تنبني مجتمع انطلاقا من هذه الحريه. ملي تنمشيو للمجال ديال الثقافه اللي تنلاحظوا هو انه البني كاين المركبات الثقافيه وكاين البني، كاين البنيه التحتيه كاع في البلاد كلها، لان البلاد بنينها المهندسين، ولكن البلاد ما مبنياش على اساس الفكر الخلاق، الابداع، القدره على التعبير بحريه عن الاشياء ايتترا من طرف الاشخاص. ما تنبنيوش باستمرار المساله الثقافيه. الضعف ديال المساله الثقافيه تبدا من المدرسه، ان المدرسه ما معتبرينهاش مجال للتعبير وللتفكير وللنقاش، مازالين معتبرينها مجال للتحصيل، وتحصيل حاصل في الحقيقه. تنظروا في حلقه مفرغه. الى كنت في بلاصه الملك محمد السادس هو اننا نخرجوا من هذه التلفزه ديال العصر الوسيط، لانه ما بقيناش محتاجين هذه التلفزه الطبيعيه بحال هذه سميتو. تكون عندنا تلفزه اللي فيها فعلا تتعكس شنو واقع، وكثر من هذا نمشيو للتلفزه اللي هي عندها قوه حقيقيه في المنطقه كلها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو انه ننتقوا في ان ما يمكنناش نبنيو مجتمع ديمقراطي بدون اعلام قوي وحر، ما يمكنش، امبوسيبل، وان الاساس هو الحريه مش التضييق على الحريه. فإلا تعتبر بان الحريه هي الاساس، هذه مساله اللي تتبني عليها لا القوانين ولا الطريقه باش تتبنى الفضاء الاقتصادي ديال الاعلام ولا سميتو. بالنسبه للثقافه، الفكره الاساسيه بالنسبه ليا هو انه الفضاءات الثقافيه تولي تتعيش عيشه حقيقيه، وان الفاعلين الفنانين المبدعين المفكرين تيدخلوا للمدارس يكونوا متواجدين في الفضاء العام باستمرار. باش يكون هذا الشيء تيخصنا نثقوا في الطاقات، ولكن تيخصنا نديروا اليات باش انه هذه الطاقات تتكون تتجر المجتمع للقدام، ماشي تدير لنا تهريج.